كم هو عمرك العقلي؟ هل أنت طفل أم عجوز؟ السلام عليكم. إذا سألك أي شخص عن سنك سيكون من السهل إجابتك عن هذا السؤال، لأنك ببساطة ستقوم باحتساب الفترة بداية من يوم ولادتك حتى يومنا هذا. ولكن إذا سألتك عن عمرك العقلي لن تستطيع الرد على هذا السؤال، لأنه بغض النظر عن سنك الحقيقي ربما تكون شابا أو عجوزا فقط من الناحية العقلية. لكن لا تقلق، في مقطع اليوم سنعرض لكم اختبارا بسيطا للكشف عن عمرك العقلي في أقل من 5 دقائق. كل هذا سيتم بطريقة بسيطة وسهلة. كل ما عليك هو أن تتابع هذا الفيديو وأن تحضر معك ورقة وقلم، لأنك ستقوم باحتساب عدة أرقام. أيضا يجب عليك أن تكون صريحا، هذا أمر ضروري في اختبار اليوم. لكن قبل أن نكمل، اشترك في القناة الآن إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، كذلك اضغط زر الإعجاب إذا كنت تحب هذه النوعية من الفيديوهات. هيا بنا. السؤال الأول، هل عادة ما ترافق أصدقاء أكبر منك سنا؟ قم باحتساب 2 إذا كانت الإجابة هي نعم، واحتسب 1 إذا كانت الإجابة لا. السؤال الثاني، هل تتبع دائما رغباتك ولا تسيطر على نفسك؟ قم بإضافة 1 إذا كانت إجابتك نعم، وإذا كانت إجابتك لا قم بإضافة 2. السؤال الثالث، هل تتذكر آخر مرة كنت سعيدا فيها بدون التفكير في عملك أو أي أمور مقلقة في حياتك؟ إذا كانت إجابتك هي نعم قم بإضافة 2، وإذا كانت لا قم باحتساب 1. السؤال الرابع، لا تحب الاستيقاظ مبكرا ولا تفهم كيف يستيقظ الأشخاص مبكرا للذهاب إلى العمل؟ إذا كانت إجابتك هي نعم قم باحتساب 1، وإذا كانت لا قم بإضافة 2. السؤال الخامس، هل أحيانا تتجنب الخروج في الأعياد لاعتقادك بأنك أصبحت أكبر من هذه الأمور؟ إذا كانت إجابتك نعم قم بإضافة 2، وإذا كانت الإجابة لا قم باحتساب 1. السؤال السادس، عندما تتعرف على شخص جديد لأول مرة دائما يخبرك بأنك تبدو أصغر سنا عن الحقيقة، إذا كانت لا أضف 2، وإذا كانت إجابتك هي نعم أضف 1. السؤال السابع، دائما يوبخونك لامتلاكك شخصية كالأطفال ولا تتحمل المسؤولية، إذا كانت إجابتك هي نعم قم باحتساب 1، وإذا كانت إجابتك لا أضف 2. نذكركم مرة أخرى، الصراحة لابد منها في هذا الاختبار. نذكركم أيضا، إذا كنت من المشاهدين لأول مرة لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا إذا كنت تحب هذه النوعية من الفيديوهات. السؤال الثامن، دائما تعتني بأصدقائك بعد الخروج من الحفلات؟ احتسب 2 إذا كانت نعم وأضف 1 إذا كانت إجابتك لا. السؤال التاسع، منذ الطفولة تتحمل مسؤولية أكبر من سنك؟ إذا كانت إجابتك هي نعم قم بإضافة 2 واحتسب 1 إذا كانت الإجابة لا. السؤال العاشر والأخير، هل تستمتع بالأشياء عندما تحصل عليها وتنسى أي شيء مقلق؟ أضف 1 إذا كانت الإجابة هي لا وأضف 2 إذا كانت الإجابة نعم. والآن استمع جيدا، سنخبرك بالنتيجة النهائية، لكن أولا قم بجمع النقاط التي حصلت عليها. إن هذا الاختبار هو بسيط للغاية، وهو لكي تأخذ فكرة عن عمرك العقلي. حسنا، الآن قم باحتساب جميع الأرقام مرة أخرى وتأكد منها. صديقي، إذا كان الإجمالي هو 10 نقاط أنت تمتلك عقل طفل، لكن إذا وصل الإجمالي إلى 20 فعمرك العقلي يقترب من رجل عجوز. يؤكد بعض الخبراء أن رقم 15 يعتبر أفضل رقم، لأنه يعتبر أكثر اتزانا، لأنه في الحقيقة قد تحتاج إلى أن تتصرف كطفل حتى تستمتع ببعض الأشياء في حياتك، لكن أيضا في بعض الأحيان تحتاج لعقل كبير والتصرف كرجل حكيم كالاعتناء بنفسك جيدا. والآن دعونا نتحدث عن الأشخاص أصحاب عقل الطفل. في البداية هم أشخاص لا يعترفون بأخطائهم، كذلك هم أنانيون تحديدا في العلاقات العاطفية مع أفضل أصدقائهم أو كذلك أزواجهم، وغيورين دائما ويرغبون في تنفيذ أهوائهم ولا يريدون الاستماع لما لا يحبونه، دائما يجادلون في الأمور ولا يتوصلوا لاتفاق عند المناقشة، وأيضا لا يحبون مواجهة المواقف الصعبة، ودائما يفضلون الاختباء خلف الأشخاص الناضجين. أما عن أصحاب عقل الرجل العجوز فدائما يكونون في حالة مزاجية غاضبة ويرغبون في فعل الأمور بأدق التفاصيل وفي أحسن الصور.
أقوياء في تعاملهم وغير مرنين، ويشعرون بقليل من الاستياء تجاه الحياة، لأن الشخص الناضج لن يعجبه أمور كثيرة، ويكونون في قلق دائما ويشعرون بالخوف من اقتراب النهاية. لهذا يفضلون دائما التواجد في منتصف الأمور، بمعنى أن تكون سعيدا ولكن في نفس الوقت عليك التحلي بالصرامة ومواجهة الأمور. حسناً، الآن كل ما عليكم يا أصدقائي هو أن تخبروني في التعليقات عدد النقاط التي جمعتوها، واكتبوا آراءكم عن هذا الاختبار وهل نستمر في هذه السلسلة أم لا. وأخيراً، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم جديدنا باستمرار. إلى اللقاء.